السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد. اليوم نزيدو نتكلموا على أندي ديلور والتكلم على كريستيانو وكيف ساعد كريستيانو ديلور على استعادة توهجه. يعني الناس اللي تخدم، الناس اللي تتبع الناس اللي تخدم، تبعش ناس تاع ارواح راهي قالبه هنايا. خطيك ارواح راهي قالبه هنايا، خطيك متاع برواح لهنا غير بالرقاد وتدي الدراهم وتدي الشيعة. فهمني ولا راكم فاهمين اش راه نهضروا؟ خاص عندنا هنايا لاعبين وين يريو على الاصدقاء المقربين تاعهم. خطيك يقول له خاصك تتعب ولا ارواح غير هنايا، كيما تضربها تدخل. وكاين الصحافه تاوعنا، وكاين كيفاش كاين اصحاب العقول العصافير، او كاين يقولوا. وانكشف اندي ديلور نجم المنتخب الجزائري عن الدور الذي لعبه النجم البرتغالي كريستيانو في استعاده افضل مستوياته البدنيه والفنيه. وتكلم ديلور في تصريحات ادلى بها للموقع فرنسي شاهدت العديد من التحقيقات التلفزيونية بخصوص كريستيانو، ولا أخفي عليكم أنني تأثرت بذلك. وتبع الجميع منبهر بحالة رائعة لجسمه، وذلك بالرغم من تقدمه في السن، لكن بفضل العمل المستمر. يعني لم يأتي بالصدف، يعني نقولوا كيفاش وين هو وين تكلم فانيك وين قال لهم هذا الامر. لم يكن بمحض الصدفه، بل بحكم الاجتهاد الكبير في التدريبات. يعني وين ديلور وين متاثر كثيرا بكريستيانو بالجسم تاعو والعمل تاعو. شي متاثر له واش كور كي داير؟ لا كما صغير يخدم خدمه عاود ولا خدمه عاود ولا خدمه. مهم كريستيانو وين دا ليه فانيك تاع لافيتاس تاعو كيفاش يخدم وكيفاش. واتم عندما اقوم بتجاوزات في اكل في بعض المناسبات اسعى للتدريب بشكل مضاعف في بعض الاحيان. لا ابدي رغبه في التدرب عندما اكون في عطله، غير انني في نهايه المطاف أتملك نفسي وأتغلب على تلك الرغبة في الركون للراحة. وشهد أداء أندي ديلور تطور لافت خلال الموسم الحالي، حيث سجل 8 أهداف وأهدى 6 تمريرات حاسمة من جملة 16 مباراة شارك فيها في مختلف المسابقات. وهذا التألق انعكس بشكل كبير على قيمته السوقية التي ارتفعت، يعني في شاهدنا في الماركات المختصة في تقييم أسعار اللاعبين، حيث وصلت لمبلغ 15 مليون يورو بعد أن كانت في حدود 4 ملايين يورو في عام 2018. أندي ديلور تألق أيضا مع المنتخب الجزائري، حيث سجل هدف رائع خلال مواجهة أمام زيمبابوي المندرجة ضمن منافسات الجولة الرابعة من تصفيات كأس أمم إفريقيا تاع الكاميرون 2022. دوما اللعابه كي تشوف انت لعاب كيما هكا وين ترتاح له، وين اللعاب اللي يعمل، لعاب اللي يشوف الناس اللي تخدم، ما يشوفش الناس اللي معاه ولا الناس اللي تحته، يشوف الناس اللي فايتاته كيفاش وصلت، كيفاش هو وصل انا ما نوصلش، كيف نلعب كرة قدم هو وصل وانا ما نوصلش، كيف هو خدم انا ما خدمش. هاك شوف كيفاش ماشي تعاو تحكي دال. لا يا ودي يا ودير انت، لا تقول تحكي انت راك تلعب، انت فانك تلعب مستوى، انت فانك دير ومستوى ماشي مستوى كاع كيف كيفه. كي تروح لقطر ولا السعوديه روحوا سقسوا بن عمري، سقسوا على المستوى، سقسوا على التقييم تاع مستوى تاع الخليج وتقييم مستوى تاع اوروبا، هذه روحوا سقسوا عليها. هذه اللي يجب باش تطرحوا سؤال على بن عمري في تعرفوا القيمه الصح. الناس كيفاش تلعب في اوروبا وراي تلعب تيتيلار، وعلاه تلعب تيتيلار ماشي باباه داره ولا باباه يضرب عليه ولا باباه عنده في الاتحاديه يعيط للبريزيدو فلاني دي ولدي ب 400 مليون كيما دايرين مع ذاك تاع المولوديه اللي جابوه
جابوه من الجي المولوديه وهران، كلي شغل مولوديه ما فيهاش كاع لعابه، على بالك بلي جابوه ب 400، يعطوه 400 مليون مخلصين له في 400 مليون، قاعد مازال ما لعبش غير يتريني بوغ لا فورم، ماكله تحواس وشكاره وشكاره كاينه. غنجبدوش اسمه وتم خاطرنا غير نجبدو اسمه وتم تطيب كاعت تاع دار الصراع جاي يجري يا ودعم. والله لا فانيك فانك ها ولا وراي، والله لا فانيك جانا فانيك، والله لا والله لا تكره تبد اسمي يرسلولك تقول انا تقول انا حنا انا نقول لكم سقموا روحكم. والله اللعاب هذاك اللي كان في لامسيه جابوه ب 400 مليون، راه لهنا في المولوديه تاع وهران راه ياكل يشرب ب 400 مليون. ولد وهران مش انا نديرو في العنصريه، بصح ولد وهران اللي يلعب بالبوله صح راه بطال، راه يدخل لي سيبورتي، تروح تشوف في الراديو ولا تشوف راه لازم لازم لازم. انا نطلب ناس يديروا تحقيقات في اللي راه قاضب لي جان تاع لازم، الناس ولا تهرب منه، دراري صغار ولاو يهربوا منه. روح سقسو علي بن شيخ يعرفه، علي بن شيخ يعرفه ماشي صديق تاعو، لا على بالو شاصرا تاع الليجان مي لعبو لعبو في الجزائر، واش صرا الليجان تاع لازم في لوتيل مع ذا اللي راه قاضب الليجان هذا، ما نجبتش اسمه بصح تعرفوه، وفي وهران كاع يعرفوه، وكاع اسمه داير وكاع يعرفوه مليح، يعرفوه غاية الغاية. روحوا سقسوا عليه، علاه لازم مشا يتكون، علاه ليجان هربوا منها بسبب هذا بنادم يبغي القريصة. وغوريان جاي على بالشيخ واحد الخطرة هدر عليها وكلش، بالشيخ ما بغاش يخمس معاه، بالشيخ كان اللي كان بريزيدو تاع ليجان جابه يخمس معاه، قال لهم تخمش معايا، قال لهم انت بالشيخ يكره تسوع، قال لهم انت مشي راجل كاع تاع حقار تاع دراري انت، روحوا سقسوا مليح تعرفوا شكاين، انا ما غاديش نقول لكم الاسم بصح تعرفوا شكاين، سقسوا بالشيخ يعرفه، ماشي يعرفوا هكا، بالشيخ عنده المعلومات عليه، العاملي بالشيخ العاملي فات بالك في عامين بالشيخ مي على بالو بلافير هدرها في الهداف، قال لهم نطلب من الليجان من الوالدين، الوالدين اباء تاع الليجان تاع اللي يلعبوا في اللاص يتبعوا ولادهم، وما تخلوش حتى لونترينير يمد لهم الخامسه في يديهم. ايوا باش يكون على بالكم نستخدم، حنا نعاودو نولو نتكلمو على ديلور، ديلور على بالك نازل ديلور وين انسان وين يعمل، راك تشوف كيفاش فيه راسو يربد يتريني حديد براسو فانيك يربد 30 كيلو، يربد 30 كيلو على بالك، نهار اللي طلقها على تاع الزيمبابوي على بالك ما شافهاش والله ما شافها. ناس اللي تخدم صاحبي، ناس تطلع على بالك كاين اللي يحكم عليه واشم داير كيما نهار بغا يجي، نهار اللي صنع وراوه في لوطو داير غنيه تاع الجزائر عليك ناسيونال متصور بالعلام، هذاك مقلي قال لهم الديانات تاعو ما تسمحلوش ما تسمحلناش باش، علاه انت قالب دينك ليشان، انت ماشي منافق ولا انت قالبني دينك ليشان، انت فين انت 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 خادع الدين، هذاك بالك ما دخل الاسلام ما يصلي ما يصوم ما والو، بصح ماشي خادع في الاسلام وخادع، انت خادع انت منافق، صورة المنافقين طويلة على صورة الكافرين، صورة المنافقين طويلة على صورة الكافرين، باش ديرها في راسك. ها راهو راه ديالور وين تكلم على كريستيانو قدام عند كريستيانو، كريستيانو فين قدام عنده كيفاش السرعه تاعه، شافه كيفاش راك تشوف كيفاش لعب لي يخدم في التيره، يخدم في التيره ما يقعدش واقف يشوف يقارع لاكسيون ويقارع، يخدم يدور، كي تشوفوا البنت تاع محرز مي دار الكونترول كيفاش، خلاه مع جوار واحد وجبد زوج، جبد معاه لعاب، جبد معاه جبد الاولى زوج لاعبين اللي كانوا واقفين مع ومحرز بالانطلاقه تاعو من وسط الميدان وين بالرحمه شافه دار له كونترول من 60 دار له باس من 60 متر وين ما جا يوصل للعاب باش يكونترولي محرز، ودي كان محرز كان
كان ينشحها وماز جا راه اخر ينشخات عليه قعد داير حسابه بلي الديفونس الزوج بلي يعطيها لديلور قعد يقارع بين شافها تروطار راح قاس روحو خلطهم في زوج لصقهم ردهم التوام وماركا البنت ردهم التوام لصقهم في زوج وماركا البنت على هذيك نقولوا بلي يا ودي الناس اللي تخدم الناس تخدمك وتشوف انت اللي ما تشوفش بيت ما تشوفش البنت كيفاش غير تماركا شوف الناس كيفاش خدمت الناس اللي تعاير عبد القادر غزال الناس عملوا واحد كانوا يعايروا عبد القادر غزال البنت اللي مركاه مركاه كيسموه مركاه عنتر يحيى في اومدرمان شوف شكون اللي السقى هذاك اللي يلعب في اللاكس كان يلعب في اللاكس مع وائل جمعه يسموه السقى كان يلعب في البرتغال شوفوا كيفاش غزال كيفاش كوفراه ما خلاهش جيناه ما خلاهش خاطش على كو كان وحده كان غادي يضرب البوله براسه ولا يخرجها بصح هو جيناه صنع الطريق صنع الطريق العنتر يحيى صنع الطريق العنتر يحيى شوفوا تشوفوا البنت كيفاش هذه هي صعيدو